لمتابعة المشهد والتحليل للوضع القائم الآن ميدانيا وسياسيا ينضم إلينا من رام الله السيد عبد القادر بدوي الباحث للشؤون الإسرائيلية. سيد عبد القادر أهلا بك معنا في هذه التغطية المستمرة عبر شاشة الغد. باعتقادك هل الهدن ستلد هدنا أخرى بعد هذا اليوم وتستقر في الختام عند وقف تام لإطلاق النار بين الجانبين؟ يعني يسعد صباحك عزيزي. أعتقد بأن الحديث اليوم كان في غالبيته عن ما يجري من محادثات ومباحثات في الدوحة بحضور رئيس الموساد ومسؤول عن CIA الأمريكي، بالإضافة إلى أحاديث عن تواجد أيضا لرئيس المخابرات المصرية ورئيس الوزراء والبعثة القطرية إجمالا. كل الحديث اليوم في وسائل الإعلام الإسرائيلية ركزت على هذه المحادثات على اعتبار أن ما يطرح في هذه المحادثات هو التوصل أو محاولة التوصل إلى تمديد أيام الهدنة التي تنتهي بانتهاء يوم غد الأربعاء مقابل الإفراج عن مزيد من الأسرى والأسيرات المحتجزين في قطاع غزة، بما يشمل أيضا الإفراج عن قد يكون عن أسرى سياسيين أو ما يعرف إسرائيليا بالأسرى الأمنيين من السجون الإسرائيلية. لكن لغاية اللحظة لا يوجد هناك أي تفاصيل حول ما حدث خلال هذا الاجتماع أو حتى ما رشح عنه. لكن ماذا تتوقع أنت سيد عبد القادر؟ يعني هل يمكن الآن الحديث عن إنه إسرائيل يمكن أن تقبل بالشروط التي يتم الحديث عنها سواء كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تصريحات جانبية فلسطينية؟ يعني أنا بتقديري إسرائيل في الوقت الحالي غير مهيئة من أجل القبول مثل هذا الاتفاق، لأن ذلك يعني أولا فشلا ذريعا لإسرائيل في تحقيق أهداف الحرب التي أعلتها من اليوم الأول، وثانيا هنالك تهديدات من بعض السياسيين في إسرائيل لاحظنا خلال اليوم وردا على بعض التغريدات والأخبار التي تناقلتها بعض الجهات والمصادر حول إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار أو لهدنة طويلة مقابل الإفراج عن كل المحتجزين تحت شعار الكل مقابل الكل. كان هناك تغريدة لبعض الوزراء مثلا سموتريتش هدد أو اعتبر ذلك بمثابة خطة للقضاء على دولة إسرائيل، وهذا بمثابة إعلان ضمني منه بالانسحاب من الحكومة، بالإضافة إلى أيضا الوزير المتطرف بن غفير قال بأن مثل هذا الاتفاق سيؤدي إلى حل الحكومة. أعتقد أن هناك الكثير من المعضلات التي تواجه إسرائيل وتحديدا المستوى السياسي وشخص بنيامين نتنياهو. إذا إسرائيل غير مهيئة للقبول بما يتم الحديث عنه، لكن إسرائيل مهيئة لماذا سيد عبد القادر؟ أعتقد أننا قد نشهد يعني تمديدا مبدئيا لوقف إطلاق النار أو للهدنة بنفس الشروط التي كانت عليه بالسابق. سبق وذكرنا في لقاءات سابقة بأن إسرائيل منحت لنفسها 10 أيام كحد أقصى لتمديد أيام الهدنة، نتحدث عن 4 أيام متبقية بعد تمديد يومين، ولذلك أعتقد أن إسرائيل ستناور في هذا أو في هذه المساحة على أمل أن يتم الإفراج عن مزيد من النساء والأطفال، لأن الحديث ما زال عن تواجد العشرات ما زالوا منهم لدى المقاومة ولدى حركة حماس. أما بخصوص العملية الحربية، هناك تأكيدات من الجيش ومن المستوى العسكري وحتى من المستويات الأمنية تناقلتها العديد من المصادر بأن إسرائيل ستعود إلى القتال فور انتهاء الهدنة. أعتقد أن الوضع الداخلي الإسرائيلي أيضا يشكل ضاغط اليوم على حكومة إسرائيل بضرورة إنجاز المزيد من صفقات التبادل لضمان الإفراج بالحد الأدنى عن كل المدنيين أو تحديدا النساء والأطفال والذين يقدر عددهم بالعشرات، ولذلك أعتقد أننا سنشهد تمديدا إضافيا لأيام الهدنة قد تصل إلى 2 أو 3 مقابل الإفراج. ماذا بعد ذلك؟ يعني تم تمديد الهدنة وانتهت الأعداد الموجودة من المدنيين لدى حركة حماس والفصائل الأخرى في قطاع غزة، ثم ماذا بعد؟ قلتم إن إسرائيل غير مهيئة للقبول بما يتم طرحه الآن الكل مقابل الكل. نحن الآن أمام السيناريو الذهاب مجددا إلى الحرب. أعتقد أننا أقرب لمثل هذا السيناريو مع انتهاء أيام الهدنة. الجيش والمستوى العسكري أعتقد أن
أنه لم يحقق أي إنجاز عسكري حقيقي، وهذا الأمر سيترتب عليه تداعيات كبيرة على المستويين المتوسط والبعيد. نظرية الردع الإسرائيلية تهاوت وسقطت بفعل هجوم السابع من أكتوبر طوفان الأقصى، وإسرائيل تعتقد بأنها بحاجة لإعادة ترميم هذا المفهوم من جديد، وهذا في رسالة أيضا ليس للمقاومة لحركة حماس، وإنما أيضا لحزب الله وللقوى الإقليمية. لذلك أعتقد أننا أقرب لاستئناف العملية العسكرية في قطاع غزة، أو ما يطلق عليها إسرائيليا بالمناورة البرية، على الرغم من أن العديد من التقارير، وتحديدا التقارير الصادرة عن الشخصيات المقربة من الجيش، تؤكد أن هنالك صعوبة وتعقيدا في استئناف المناورة البرية أو العملية العسكرية كما كانت عليه في سابق أيام الهدنة. ولكن على ما يبدو أن هذا الوقت أيضا تستفيد منه إسرائيل لوضع خطط عملياتية، وهنا أقصد الجيش والمستوى العسكري، من أجل محاولة تحقيق إنجازات عسكرية إن صح التعبير في غضون وقت قليل، لأن الساعة الرملية والضوء الأخضر الذي منح نعم لإسرائيل دوليا وأيضا مجتمعيا من داخل المجتمع الإسرائيلي آخذ بالنفاذ مع استمرار غياب أي إنجاز عسكري يتعلق بأهداف المعركة، وهي القضاء على حركة حماس وأيضا استعادة المأسورين بحوزتها. وهذا الأمر بات واضحا بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي وأيضا للعالم، أنه لا يمكن استعادة الأسرى إلا من خلال التفاوض. هذا شكل انتصار لحركة حماس وللمقاومة في تثبيت هذا المبدأ، بالإضافة نعم إلى أن شعار القضاء على حركة حماس يتضح بعد 50 أو قرابة 50 يوم من القتال بأن إسرائيل لم تحقق أي منجز في هذا الموضوع. وحركة حماس أرسلت رسائل هامة بالمناسبة خلال التبادل الذي وقع في الأيام الأخيرة، وتحديدا في اليوم الثالث حينما قامت بتسليم الأسرى للصليب الأحمر في مدينة غزة وفي منطقة شمال قطاع غزة، وهذا كان رسالة سياسية واضحة لإسرائيل وأيضا للعالم بأنها ما زالت قوية وقادرة على القتال، وهي متواجدة داخل شمال قطاع هي غزة، لم قوية سيد تدعي عبد القادر، إسرائيل أنها ولكن الناس في غزة ماتوا، الناس في غزة قهروا، الناس في غزة هجروا من الشمال إلى الجنوب، الناس في غزة لا يجدون لقمة العيش، لا يجدون قوت اليوم، لا يجدون الماء النظيف، لا يجدون حياة في مناطق جنوب وشمال القطاع. عندما نريد أن نذكر غزة لا نركز فقط سيد عبد القادر على حركة حماس، على المقاومة الفلسطينية، على كتائب القسام، سرايا القدس والتنظيمات الأخرى، أليس كذلك؟ صحيح، ولذلك نعم أعتقد أن المقاومة معنية أكثر بتمديد أيام الهدنة، لأن ذلك يعني بالضرورة إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالإضافة إلى الوقود، وأيضا يعطي فترة من الراحة للمدنيين في قطاع غزة والمواطنين في قطاع غزة الذين تعرضوا للقصف والتدمير على مدار قرابة 50 يوم. حركة حماس والمقاومة أيضا هذا الملف يشكل عبء عليها، الملف المدني، لأن الرهان الإسرائيلي بالضغط على المدنيين واستهداف البنية التحتية الصحية والمدنية والتعليمية، بالإضافة إلى عمليات القتل وعدد الشهداء غير المسبوق بالمناسبة، تراهن إسرائيل أن يدفع هذا الضغط باتجاه الخروج ضد حركة حماس أو ضد المقاومة الفلسطينية، ومحاولة نزع الحاضنة الشعبية للمقاومة، وهذا بالضرورة يشكل عامل ضغط على حركة حماس. ولكن لغاية هذه اللحظة واضح بأن الفلسطينيين يعرفون جيدا ويدركون ما ترغب به إسرائيل وما تريده إسرائيل، وعلى مدار كل الأعوام السابقة حاولت إسرائيل أن نعم تذهب باتجاه تدفيع ثمن قاسي للفلسطينيين على أمل وقف مقاومتهم أو التسليم بوجود الاحتلال وعدم مقاومته. ولكن أعتقد بأن التجارب التاريخية المختلفة بما فيها التجربة الحالية تثبت بأن الشعب الفلسطيني يحتضن مقاومته على الرغم من التضحيات الجسام، والمعنى الأعم والعنوان الذي يتفق عليه كل الفلسطينيين بأننا نواجه، يعني كفلسطينيين وكمقاومة وكحركات تحرر، نواجه عدوا وحشيا يستهدف المدنيين بكل تأكيد ويجيد فقط لغة القتل وليس لغة القتال.